تشوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المنشط مدينه طنجة. ومعنا عائله نظافه اللي عندها 5 ديال الوليدات وكتمتلك قطعه ارضيه عدليه بمنطقه خندق الوضع التابعه لمقاطعه بني مكادة، ولقات صعوبه كبيره باش يعطيوها المسؤولين الرخصه ديال البناء. ودابا كتوجه النداء العاجل فهاد المباشر، باغيه كتقول على انها باغيه تبني ديالها لانها تقهرت المصاريف. مزيد من التفاصيل غادي نسمعوا ليها على لسان هاد السيده. تفضل على لاله، حكينا معنا. شكرا لك. منين انا ما كنملك واحد القطعه ارضيه هي فينيا اللي شريتها هذه 10 سنوات وطلبت الرخصه، وفين ما مشيت ما كيعطوني حتى شي راس الخير. كنمشي للبلديه كنقول نمشي للوكاله الحضريه، كنمشي للوكاله الحضريه كيقولوا لي سيري العماله، الولايه كنمشي للولايه كيقولوا لي سيري على البنان تما ممنوع. وطلقت سيري يعقوبي وعطيتو الرساله نيدو ورغبتو وتوسلت له ملي كان باقي سيري يعقوبي هنايا وما رد عليا حتى بحاجه. وانا عندي 5 ديال الاطفال، وعندي طفل بينهم طفل معاق له اعاقه حالة يرثى لها، وكيا بيت وعيت بالمصاريف وعيت بالكرا وما بقيتش قادره نخلص الكرا. مره كنمرض، مره نقدر نخدم، مره نوقف. ودابا انا كنطلب من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وكنطلب من الحكومه ديال السي اخ النوش الجديده على وعسى يعني تشوف من الحاله ديالي ومن الحاله ديالنا كاملين. وكنطلب من السي رشيد الطلبي العالمي، حتى هو راه عارف الطفل ديالي وعارف الحاله ديالي، وكنشكره عاوني بزاف على ولدي. وكنطلب من جلالة الملك نصره الله يتدخل في هذا المشكل هذا. راه البارحة تبناو هنايا، يعني أنايا كنجري على الرخصة، كنتفاجأ بستات الديور تبناو على الطريق مع بعضياتهم. أنا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، أنا ما بقيتش قادة على الكرا وما عندي حتى واحد اللي يعاوني، وعندي طفل معاق. وأنا كنطلب من المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن يشوفوا الحالة ديالي ويوقفوا معايا. وكنطلب من سيدنا وكنطلب من الوزارة ديال الأخ النوش، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. هادي شريتها شو 2019 وقيله 1000. انا ما كنعقلش، السلام عليكم متابعين قناه شوف تي في، معكم الابنه ديال السيده اللي عندها هاد البقعه الارضيه البسيطه. من الحكومه الجديده ديال السي اخ النوش ومن رشيد الطالبي وكاع المسؤولين، كنطلب من الحكومه الجديده منهم رئيس الجماعه يدير لنا شي حل لهاد الارض هادي، يا اما يعوضونا او لا يعطيونا نبنيو، لان حنا تقهرنا بالكرا. وراكم عارفين طنجة المصاريف ديالها راه هي كتكون باهظه، حنا كنطلبوا من جلاله الملك ومن الحكومه الجديده يدير لنا شي حل. حنا تقهرنا بالكرا من 2013 وحنا شارين هاد الارض هادي، وفين ما كنبغيو نبنيو كيمنعونا. والسؤال مطروح، علاش الناس اللي جاو مورانا اللي باينين على الطريق عطاونا الحق يبنيو وحنا ما عندناش الحق نبنيو؟ وشكرا. حنايا دابا كاريين غير بيت، عباد الله 5 ديال الاطفال وانايا 6 وكاريين بيت واحد، يعني عايشين واحد الحياه بحال السردين في البيت. حتى لا يعقل. انايا درت الجهد باش نعمل ديك الطريب بالارض باش ندير لوليداتي فين يسكنوا. دابا كنلقى انتوما ما بالكم الانسان كيكون صغير كيكون عنده العقل وشنو كيعمل، ما حسات الطفل المعاق في بيت واحد. انا كنطالب منكم الله يجازيكم بخير، شوفوا لي من الحال ديالي. حتى الا كانت هاد الارض ما باغينش تعطوها لنا نبنيوها، عطيونا فين نسكنوا، عطيونا واحد البيت وكوزينه وطواليت وهذا نسكنوا فيهم، بارك علينا. انا بائعة الذهب ديالي، تسلفت من البنكة ضيعت، خليت ولادي حرمتهم من الماكله حرمتهم من اي حاجه باش نشري طريب الارض. ودابا ملي شريته فرحت بان غنبني لوليداتي. ما محفظاش انا ما محفظاش، شريتها لان شريت 60 بالمترو اللي بعلي دالي 10 متر بقى 5 متر. واخا كنمشي نحفظ كيقولوا لي 50 بالمترو ما كتحفظش، والناس عندها غير 40 بالمترو وبناتها. راه الناس بنات راه كاين النص فيها مبني هنايا، الناس اللي معنيين بالامر المسؤولين يجيو يشوفوا النص في الارض مبني. دابا ملي كان رئيس البلديه السابق كانوا الناس كيبنيو، لكن مني جات العداله والتنميه تقطع علينا البني، تقطع علينا اي حاجه. دابا كنطلبوا من الحكومه الجديده توقف معانا، هادشي اللي كنطلبوا حنايا. وشكرا.
الملف ديالي عامله طلبه الرخصه، دفعت الرخصه، دفعت في الرخصه غير عام من بعد ما شريت دفعت في الرخصه. ما بغيت انا نبني بالرخصه ديالي، وبغيت انا نبني بالقانون وما بغيتش، ولكن الرخصه ما بغاوش يصرحوها لي مره. عيطت طالعه هبطه مشيت عند المدير ديال الوكاله الحضريه، كيقول لي لا انا ما في يدي والو، ما عندي ما نعمل. انا ما كرهتش يكون نصحيت صراحه، مشكوره اللي كنطلع الولايه كيقولوا لي لا ديك الارض اللي وصل ليها يمشي للحبس. انا كنطلب من الحكومه، من المسؤولين ديال طنجه، وكنطلب من سيدنا يشوف لنا الحل. راه انا عندي حاله يرثى لها. انا ما كنتش نلتجا للاعلام لو ما كنتش تقهرت لا بالكره ولا بالظلم ولا يعني من جميع الجوانب، وخصوصا هذه عامين يعني سنتين ديال الكورونا حنا واقفين بلا خدمه، وحنايا ما عندناش، والكره طالع علينا، وواحد الحاله يرثى لها. ربي اللي ما لحوناش الزنقه. لقينا واحد السيد طيب الله يعمر له الدار وصبر علينا، يعني ما خرجناش سبت ديك العايد. ودابا الله يجازيكم بخير، وكنطالب من المهاجرين، من الناس داخل الوطن وخارج الوطن. شفتي في الصباح العام في هذا المباشر من طنجه صرخت عامله نظافه وهي ام خمسه ابناء تمتلك قطعه ارضيه عدليه بخط الوطن، وقد صعوبه كبيره باش تاخذ رخصه البناء جماعه مقاطعه بني مكاده، وقد تطالب دابا بمنحها رخصه البناء إسوة بباقي الساكنة اللي استفدوا من رخصة البناء، واستفدوا كذلك من بناء مساكنهم بمنطقة خندق الوطن. تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر. إلى اللقاء.